بسم الله الرحمن الرحيم. من الآداب الإسلامية في حياة أن يقول المسلم لمن قابله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنها كلمة تدخل إلى قلب الطرف الآخر لتخبره بالسلام والمحبة والألفة معه. فلنبدأ معكم أعزائنا بالسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية نجددها لكم هذا المساء، مساء يحبه العطاء والتميز والرقي، عبر منصة للتدريب والاجتماعات وزنار 79. معكم محدثتكم التوست ماستر رحاب الدوسري من نادي لعلى توست ماستر الخبر. برنامجنا لهذا اليوم هو تدريب الهيئة الإدارية، يقدمه لنا مدرب له من السنوات 4 في رحاب التوست ماستر، مدير منطقة 23 قطاع كيو. له من العلم الكثير ومن الفكر الوفير، مدرب قدير واقتصادي محنك وخطير. بكالوريوس إدارة أعمال، ماجستير إدارة المكاسب، ماجستير إدارة الأعمال، دكتوراه في الاقتصاد والاستثمار، مدرب دولي معتمد، استشاري مالي واقتصادي تربوي وإداري. نقول ما شاء الله. طبعا اللي ما حد يعرفه ولا المدرب يعرفه نفسه، ان انا كنت معاه طالبه في الجامعه في مرحله الماجستير في البحرين تخصص اداره اعمال، فكان هذا الطالب متميز جدا فيما يقدمه من معلومه، كان يتسم بذكائه على مستوى الجامعه، وكنا حريصين احنا كطلبه ان نحضر له لاي مشروع تجريبي يقدمه لماده من مواده. كان يقدم الماده بشكل جميل وطرح راقي، لن أطيل عليكم، سأدعكم تلتمسون ذلك بعقولكم ووجدانكم. رحبوا معي بالتوست ماستر ماهر سيف. طريقة المشاركة سوف تكون عن طريق صندوق المشاركات بالكتابة، أو إن شاء الله بإذن الله بتكون في آخر الدورة نستقبل الأسئلة سواء مداخلات صوتية أو راح تكون من خلال الكتابة الموجودة عندكم في صندوق المحادثات. الآن ننتقل للتوست ماستر ماهر سيف ليمتعنا ما لديه من قيمة علمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الرحمة وشفيع الأمة أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فاجأتيني أخت رحاب أنك كنت معي بالجامعة، وهذا شرف إلي الكلام اللي أنت قلتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث اليوم عن تدريب الهيئة الإدارية بالأندية التوست ماسترز. التدريب الهيئة الإدارية معروف عنه أن سرد المهام التي يقوم بها الهيئة الإدارية، عضو الهيئة الإدارية داخل النادي، وهي كثيرة جدا. لذلك التمس منكم العذر، أنا سيكون اليوم أكثر كلاما منه تطبيق وتدريب، وإلا هذه الورشة وجها لوجه يكون فيها 4 تدريبات متواصلة بنظام الفريق العمل والمجموعات. ولكن الآن ولأول مرة أعرضها على الويبينار، وبالتالي سيكون لدينا مجال واسع للكلام فيها. تدريب أعضاء الهيئة الإدارية، خلينا نعرف، بسم الله الرحمن الرحيم، اولا خلينا نعرف رؤية المؤسسة على اساس نعرف الاعضاء في الهيئة الادارية ماذا يسعون للوصول له، وهي واضحة لدى مؤسسة التوست ماستر: تمكين الافراد ليصبحوا قادة ومتواصلين اكثر فاعلية. قادة، ما احد يقدر يصبح قائد الا اذا كان متواصل، وهذا من شيء جيد ان
يحثنا التوست ماستر على التواصل المستمر، وهذا ما يجعل منا أشخاص فعالين في المجتمع. أيضا رسالة التوست ماستر توفير تجربة إيجابية، وهذه هي البيئة الإيجابية في التوست ماستر، داعمة للتعلم، وذلك لتوفير الفرص لجميع الأعضاء لتطوير مهارة التواصل والقيادة لديهم، مما يؤدي إلى رفع درجة الثقة بالنفس والنمو الشخصي. إذا هي تعتمد أساسا على الشخص نفسه ورغبته في أنه يتطور أو لا. التوست ماستر يقدم 30 إلى 40% من التدريب، ولكن الشخص يريد أن يتطور أو لا يتطور هذا راجع إلى من 70 إلى 60% ورغبته وإرادته في إكمال هذا التدريب، مثله مثل باقي التدريبات العلمية الأخرى، ولكن هنا يطورنا بشكل منظم أكثر من في الدورات التدريبية الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يكفي أن أعرف المهام الخاصة بدوري في الهيئة الإدارية فقط دوري أنا ولماذا؟ لا، لا يكفي أن تعرف دورك فقط وتترك باقي الأدوار لا تعرف عنها شيء. لماذا؟ لأنك يوم من الأيام ستكون في أحد هذه الأدوار وستقوم بها، وأيضا عندما يغيب أحد الأعضاء ستحل محله، وأيضا عندما يقصر أحد الأعضاء في أداء واجباته أنت تكمله كفريق عمل، فبالتالي أنت لابد أن تسانده في أداء عمله بالشكل المطلوب. إذن لا يكفي أن نعرف المهام الخاصة بدورنا فقط في الهيئة الإدارية، وهذه للمعرفة، والمعرفة قوة. الهيئة الإدارية مكونة من رئيس النادي ولديه مساعدين وفريق العمل معاونين له، وهم مكملين لبعض وليسوا متنافسين مع بعضهم البعض. هم نائب الرئيس للشؤون التعليمية، نائب الرئيس للشؤون العضوية، نائب الرئيس للشؤون العلاقات العامة، أمين المراسم، أمين الخزينة، وأمين السر. هذه الهيئة الإدارية. طيب، ما هي أدوارها؟ أدوارها ستنقسم في كل شيء، في كل دور، إلى اجتماع داخل الاجتماع النادي وخارج اجتماع النادي والهيئة الإدارية، اجتماعنا مع الهيئة الإدارية في النادي. بسم الله. اجتماع النادي إلى رئيس النادي. الآن أدوار ومهام رئيس النادي داخل النادي. في اجتماع النادي، قبل الاجتماع له دور، وخلال اجتماع النادي له دور، والدور هو عبارة عن مهام يؤديها في داخل النادي. قبل اجتماع النادي لابد أن يكون رئيس النادي وهو القائد، ودائما القيادة تكون لها رؤية أوضح ورؤية عامة وأكبر من الأعضاء غالبا، هذا الكلام. ولا بد أن يكون رئيس النادي صاحب رؤية وعزيمة لقيادة النادي نحو التميز. لا بد أن يكون رئيس النادي أن يقوم بالتأكد من ممارسة كل عضو في الهيئة الإدارية لدوره، لأنه هو رئيس فريق العمل، هو القائد لهم. من مهامه أيضا التواصل مع أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء النادي حول تفعيل الرؤية. لابد أن يكون لديه رؤية، لابد أن يوضحها لهؤلاء الأشخاص إن كانوا إدارة وإن كانوا أعضاء، لكي يسيروا في مركب واحد ويسيروا إلى هدف واحد وهو التميز. إذن إذا لم يكن هناك رؤية واضحة سيسير الأعضاء والإدارة في طرق مختلفة، لا يعرفون أين ستؤدي بهم، كل له رؤيته الخاصة. لذلك
رئيس النادي لابد من توضيح رؤيته بشكل سلس وواضح وبسيط. أيضا عليه تحديد خطط لتنفيذ الرؤية خلال اجتماعات الهيئة الإدارية. ما هي؟ أنا أعطيت الرؤية، أعطيت المنهج، أعطيت الطريقة، لابد الآن أن أحدد الخطوات في تنفيذ هذه الرؤية. وضع الأهداف الخاصة بالعضوية أو البرامج التعليمية أيضا يشارك فيها مع باقي الفريق، ولكن هذه مهمته أن يحث عليها. التحفيز على التطور ومتابعة تحقيق برامج النادي المتميز. التحفيز على التطور، التطور احنا تكلمنا من رؤية، هذه من رؤية منظمة التوست ماستر ومؤسسة التوست ماستر. التطور الذاتي، ذلك هو لابد أن يزرع الرغبة عند الأعضاء في أنهم يقوموا بأنفسهم بالتطور المستمر، وهذا أكبر حافز لهم. التواصل مع نائب الرئيس الشؤون التعليمية قبل كل اجتماع، وهو السند واليد اليمنى له في النادي. الاستفسار من نائب رئيس الشؤون التعليمية عن تكريم بعض الأعضاء أو إضافة أعضاء جدد. هل هناك أشخاص سيكرمون؟ هذا قبل اجتماع النادي. لابد أن يعرف ماذا سيحدث في الاجتماع. لا يفاجأ أن هناك أعضاء سيتم تكريمهم وهو ليس لديه أي خبر. مراجعة الإجراءات البرلمانية في إدارة الاجتماع، البروتوكولات هذه. طيب خلال اجتماع النادي، ما هي مهام رئيس النادي خلال اجتماع النادي؟ أول حاجة الترحيب بالأعضاء والضيوف بأسلوب يضفي الحماس لديهم ولحضورهم، ولأن هذا الحضور للضيوف والأعضاء سوف يكون له قيمة مضافة لديهم عند انتهاء الاجتماع. الحرص على بداية الاجتماع وختامه في الوقت المحدد، وهذا غالبا ما يكون له الدور القوي فيه، كما فعلت الآن الأخت توست ماستر رحاب، فهي في الساعة 8 بالضبط كما هو محدد لنا تم بدء الويبينار، وهذا شيء يشهد لها به، وأيضا يشهد لها رئيس النادي به لما يحدد بداية الاجتماع وختامه. التأكد من شغل كل الأدوار ومن جاهزية الأعضاء القائمين بالأدوار المختلفة الإدارية أو الخطابية. افتتاح اجتماع النادي، هو الذي يفتتح اجتماع النادي وليس أمين المراسم. كثير من رؤساء الأندية أو أمناء المراسم أو شؤون التعليمية فيها لغط في هذا الكلام. الافتتاح يكون من خلال رئيس النادي. التعريف بالضيوف إن كانوا ضيوف جدد وضيوف مهمين أيضا. شرح فقرات الاجتماع للضيوف لكي يعرفوا بالضبط كيف سيسير الاجتماع. مراجعة قائمة الأعمال، تشجيع أعضاء الهيئة الإدارية والتأكيد على حضور الورش التدريبية. دائما يؤكد لهم أن الورش التدريبية هي لصالح تطورهم وتطور أيضا النادي مع أعضائه. التأكد من تسجيل المشاركات في الورش التدريبية عند المركز الرئيسي، هو المسؤول، هو لديه الأكسس للدخول إلى الويب إذا كان هناك مركز رئيسي إلى الدورات التدريبية، فلابد هو الذي يتأكد من ذلك. مناقشة جدول أعمال الاجتماع أيضا مع الهيئة الإدارية والمسؤولين وأصحاب الأدوار. توفير المعلومات اللازمة للاجتماع القادم، لا يظهر من الاجتماع إلا وهو محدد متى سيكون الاجتماع القادم، وأيضا ما هي الأدوار إن كان هناك من تقدم لهذه الأدوار. الإعلان عن المناسبات والأنشطة إن وجدت، دائم التطلع للقادة المستقبليين في النادي، دائما يبحث عن الأشخاص المميزين ليثري بهم المهارات وتحفيزهم لقيادة النادي، وأيضا عليه
أن يتطلع ببرامج تكون مهيئة لقادة من أعضاء النادي، وهي لجميع أعضاء النادي، ولكن هناك بعض الأشخاص المميزين يجب أن يستغل هذه المواهب في إبرازها على مستوى النادي والمنطقة والقسم والقطاع. جعل كل اجتماع من اجتماعات النادي متميز بالتغييرات وليس الرتابة المملة. توفير البيئة المناسبة للتعلم والتطور. الحرص على أن يكون النادي ذو جودة عالية، وهو من المشاركات الخارجية والداخلية والاستضافات وأيضا الزيارات للأندية الأخرى. هذه من بعض الأمور اللي يخلي النادي يرتفع بجودته. اتباع الإجراءات البرلمانية في إدارة الاجتماعات، وآخر شيء اختتام الاجتماع، كما افتتحه يختتمه. هذا في اجتماع النادي. طيب ماذا عن خارج اجتماع النادي؟ ما هي المهام المنوطة برئيس النادي خارج اجتماع النادي؟ المشاركة في اجتماعات المنطقة والقطاع والتصويت بالنيابة عن النادي، وكذلك التصويت بالنيابة عن النادي في المؤتمر الدولي. في أي اجتماع يكون فيه تصويت؟ تعيين ورئاسة لجنة الترقيق المالي والإداري للنادي من داخل أعضاء النادي. تعيين لجنة الانتخابات للنادي أيضا من داخل أعضاء النادي، يفضل من داخل أعضاء النادي لأنه هو أصلا جالس يبني قادة أمامه. تعيين لجنة انتخابات النادي، استلام جميع مراسلات المنظمة وهي التي تجي على البريد عنده، ثم الدخول أو إعطائها إلى رئيس الشؤون التعليمية، نائب رئيس الشؤون التعليمية، أو إخبار الجميع بها عن طريق الشؤون التعليمية. جدولة ورئاسة اجتماعات أعضاء الهيئة الإدارية للنادي، هو القائد. حلقة الوصل ما بين النادي والمنطقة والقسم والقطاع. النادي، المنطقة هو، والشؤون التعليمية أيضا يكون موجود من ضمنها. الشؤون التعليمية والشؤون العضوية يكونوا من ضمن مجلس إدارة المنطقة، يمكن أن يكونوا متواصلين، ولكنه هو حلقة الوصل في جميع الإجراءات الخارجية. العمل على تطوير وتعليم القيادات الجديدة للنادي، هذه تطرقنا لها قبل شوي. التواصل الفعال مع النوادي الأخرى لما فيه مصلحة الأعضاء والنادي، لابد أن يكون هناك تواصل مستمر لكي يتعرف الأعضاء على أكبر قدر ممكن من أعضاء التوست ماستر في الأندية الأخرى، ويقوموا بالزيارات لها وأيضا يستضيفوهم لديهم لتكون عائلة التوست ماستر كلها متجانسة ومتناسقة ومتعارفة وتواصل فعال. طيب عند اجتماع الهيئة الإدارية، ما هي مهام رئيس النادي؟ مهامه إعداد ومراجعة ميزانية النادي للتأكد أن لا يكون هناك عجز أو أي قصور فيها، وإذا كان هناك قصور أو عجوزات يحاول معرفة الأسباب فيها، وإن لم يكن ذلك يمكن عمل خطة للتبرعات أو عمل خطة لإيجاد رعاة، وهذا دور رئيس النادي أو مهمته مع العلاقات العامة. العمل على تحقيق أهداف برنامج النادي المتميز، النادي المتميز أهداف اللي هي العشر نقاط. إعداد ومراجعة خطة تحقيق أهداف برامج النادي المتميز أيضا على العشر نقاط، كيف يتم تحقيقها سنتطرق لها عند الشؤون التعليمية إن شاء الله. لكي يبدأ هذا الرئيس في النادي بداية قوية لفترة إدارة جديدة، عليه أن يقوم بعدة أمور اللي يسموها في الأمريكان to do. حضور تدريب أعضاء الهيئة الإدارية والمقام عن طريق القسم والقطاع كما نحن نفعل الآن. قراءة الأدلة والتعليمات الخاصة برئاسة النادي بشكل معمق، يجب أن يعرف دوره بشكل معمق، ولكن رئيس النادي ليس
فقط مسؤول عن رئاسة الدليل حق رئاسة النادي، لابد أن يقرأ جميع الأدلة للهيئة الإدارية لكي يستطيع أن يواكب عمل كل عضو في الهيئة الإدارية. الاجتماع مع الهيئة الإدارية السابقة للاطلاع على ما تم سابقا وما يمكن أن يواصل منه وما يمكن أن يغير ونقاط القوة والضعف في الإدارة السابقة. الاجتماع مع رئيس النادي السابق لمعرفة بعض الأمور في الاتصالات الخارجية بالنادي. الاجتماع مع الهيئة الإدارية المنتخبة الحالية لشرح الخطة والرؤية للقيادة الجديدة وما يمكن عمله من تطوير في النادي. إذن هذا هو دور ومهام رئيس النادي. ننتقل إلى نائب الرئيس للشؤون التعليمية. نائب الرئيس للشؤون التعليمية. بسم الله. الشؤون التعليمية تحتاج إلى تطوير وتدريب. السؤال اللي يطرح نفسه على كل عضو في هذا الدور، في هذا المنصب، ما هي طرق التدريب والتطوير التي سوف تقدمها لأعضاء النادي؟ ما هي خطتك في التدريب والتطوير اللي سوف تقدمها لأعضاء النادي وتكون قيمة مضافة لهم في هذه السنة الجديدة إن شاء الله؟ خلونا نطلع على مهام نائب الرئيس للشؤون التعليمية. أيضا ينقسم إلى اجتماع النادي واجتماع خارج النادي والهيئة الإدارية للنادي. اجتماع النادي قبل الاجتماع وعند الوصول للاجتماع وأثناء الاجتماع. قبل الاجتماع يكون تشجيع الأعضاء، دوره تشجيع الأعضاء على تنفيذ خطبهم بدرجة عالية من الجودة وحسب أدلة التوست ماستر. عالية من الجودة يعني يحاول أن يرشدهم فيها مسبقا، وأي أحد عنده سؤال أو شيء يمكن الرجوع إليه أو تفعيل نظام الإرشاد. لابد هنا من أن تكون الهدف من إلقاء الخطب ليس الانتهاء منها، لا، يجب أن يتأكد أنها بجودة عالية أيضا، لأن من ضمن القيادة، هي جزء من القيادة، هي الخطابة، والخطابة مهمة بالتأثير. التحضير للتنوع والتنويع في اجتماع النادي لا يكون برتابة مملة للأعضاء. يمكن أن نتنوع، يمكن أن يكون هناك مشاريع مبتدئة ومشاريع متقدمة، يمكن أن يكون هناك بعض المسابقات، يمكن أن يكون هناك ضيوف من خارج النادي لكي يقوموا بأدوار أيضا في الاجتماعات، فبالتالي يجب تحضيرها مسبقا. تحديد من سيقوم بالأدوار المختلفة في الاجتماع، تحضير أجندة الاجتماع. أيضا من مهامه الحرص على مساهمة الأعضاء في الأدوار القيادية وقراءة ومعرفة الفرص التعليمية في برنامج التوست ماستر. لاحظ الحرص على مساهمة الأعضاء في الأدوار القيادية وليس الخطابية. كثير من الأعضاء يبحث عن الخطابة ويترك القيادة لأنهم متلازمان، هما مكملان لبعضهم البعض. لا تستطيع الوصول إلى منصب معين أو لقب معين DTM أو غيره إلا إذا أخذت الاثنان، والقيادة تحتاج أنك تأخذ أدوار قيادية وليس إدارية. طبعا يسمى الناس إدارية ولكن هي قيادية. قراءة ومعرفة الفرص التعليمية في برنامج التوست ماستر. هناك فرص تعليمية كثيرة في التوست ماستر، وهناك ورش تعليمية في اليوتيوب أيضا، وهناك ورش تعليمية أونلاين دائما تقام في على الويبينار وغيره، وأيضا هناك فرص تعليمية متواجدة لها الباوربوينت جاهز يمكن التدرب عليها ويمكن إعطائها للنادي وأعضاء النادي باستمرار.
توفير الأدوات التشجيعية والمحفزة للأعضاء، تشجيع الأعضاء على عمل العروض المرئية والمحاضرات القصيرة من أدلة النادي الناجح، أيضا هذه ممتازة ولها موجود لها عروض الباوربوينت ويمكن إلقائها، والتدرب على الإلقاء بشكل تدريبي وليس بشكل إلقائي، إبلاغ رئيس النادي عن إنجازات وتكريم الأعضاء، هذا لابد أن يبلغه، كما تكلمنا في رئاسة النادي يجب عليه معرفة من سيتم تكريمهم، هنا قبل الاجتماع النادي يجب على رئيس الشؤون التعليمية إبلاغ رئيس النادي عن تكريم الأعضاء. عند الوصول للاجتماع نائب الرئيس الشؤون التعليمية مهامه التأكد من وصول الأعضاء وأصحاب المهام الخطابية والقيادية أيضا في الاجتماع في الوقت المحدد. التأكد من إعداد الخطباء وأصحاب الأدوار والمهام لخطبهم ومهامهم قبل ما يكون وسط الاجتماع واحد يعتذر منهم، يجب أن عند الوصول للاجتماع مش أثناء الاجتماع، عند الوصول للاجتماع يجب التأكد أنت جاهز، خطبتك جاهزة، أنت جاهز للدور القيادي، يجب أن يقول ويتأكد من واحد واحد لكي يكون الاجتماع عند حدوثه على أتم وجه. التأكد من تعيين مقيم لكل خطيب إن أمكن ذلك، وإلا يمكن أن يكون مقيم واحد لخطيبين، ما لا يمنع ذلك. وهناك بعض الأندية حاليا تكون لها نظام التحكيم وليس نظام التقييم، وعلى كل حال الأغلبية يعتمدون نظام مقيم لكل خطيب. التأكد من تحية الضيوف والترحيب بهم، إخبار منسق مواضيع الساحة الخطب الارتجالية عن رغبة الضيوف في المشاركة إن وجد أي رغبة لأي ضيف في أنه يكون أحد المتحدثين في مواضيع الساحة، على منسق مواضيع الساحة أخذ علم بذلك قبل بدء مواضيع فقرته مواضيع الساحة. طيب أثناء الاجتماع ما هو دور نائب الرئيس للشؤون التعليمية؟ لديها عدة مهام، لديه عدة مهام، التشجيع على التقييم الإيجابي الفعال لكي نخلق بيئة إيجابية، يجب أن لا يكون للتقييم دور في إلغائها، يجب أن يكون التقييم متناسقا ومتماشيا مع البيئة الإيجابية الفعالة داخل الاجتماع. أيضا تعريف الأعضاء الجدد بالبرامج التعليمية للتوست ماستر وإجراءاته، ليس الأعضاء فقط، أيضا يجب أن يكون هناك لفتة عن طريقة الاجتماع في التوست ماستر لكي يعرفه الأعضاء الضيوف. الضيوف يمكن لأول مرة يحضروا، لابد من إعطاء فكرة كيف سيسير هذا الاجتماع. سير الاجتماع مختلف عن سير أي اجتماع آخر يعرفه الضيوف، لذلك يجب توضيح لهم كيف سيسير لكي لا يصيبهم الملل أو يصيبهم العجب فيها، لأن لنا في التوست ماستر بروتوكولات خاصة. توفير عضو متمرس ليرشد الأعضاء الجدد في بداية مشاركتهم، هذا مهم جدا وهذا التوست ماستر يؤكد عليه بشكل كبير. توفير عضو مرشد للأعضاء، يرجع له العضو الجديد عندما يكون هناك أي استفسار لديه، أو كانت عنده مشكلة، أو هناك شيء معين يضايق هذا العضو في الاجتماعات أو في النادي، يرجع إليه للتعريف أكثر بالتوست ماستر. التحضير لمراسم تنصيب الأعضاء الجدد، هذه من مهام نائب رئيس الشؤون التعليمية، بالتنسيق مع النائب الشؤون العضوية أيضا على أساس أنه يكون هو أخبر بالأعضاء الجدد. وهناك بعض الأندية يكون تصويت على كل عضو يريد أن يدخل
كعضو جديد داخل النادي يتم التصويت على قبوله أم لا. أيضا إشراكهم بفعالية النادي، فعاليات النادي بأسرع فرصة ممكنة، وتولي قيادة فعاليات النادي في حالة غياب الرئيس، حيث أنه الرجل الثاني بعد الرئيس واليد اليمنى له. التوقيع على إنهاء الخطباء لخطبتهم أو لخطبهم في نهاية الدليل مع كل خطبة. هذه مهمة جدا، كثير من أعضاء التوست ماستر يغفلوا عن هذه أو يتكاسلوا عن التوقيع لنائب رئيس الشؤون التعليمية أو من ينيب عنه. هذا تأكيد لحدوث الخطبة، وبالتالي يتم تسجيلها في سجل العضو في موقع التوست ماستر لكي ينهي مشاريعه. الآن ما هي مهام نائب الرئيس الشؤون التعليمية خارج اجتماع النادي؟ خارج اجتماع النادي، أول حاجة توفير الأدوات التشجيعية للأعضاء والتحفيز على المشاركة. يكون متوفر البروجيكتر، موفر الشغلات هذه، هو مع أمين المراسم بالتنسيق مع بعضهم يوفروا الشغلات على أساس يحفزوا على المشاركة واستخدام الأدوات التدريبية والتعليمية والخطابية أيا كانت التي تساعد على إنجاح وفعالية المشاريع للأعضاء. الإعداد الجيد لاجتماعات النادي، اجتماعات إدارات النادي. هو المسؤول الأول نائب الرئيس للشؤون التعليمية، انتبهوا لهذه النقطة لو سمحتوا، هو المسؤول الأول عن تحقيق 7 نقاط من 10، 7 نقاط من النادي المتميز 10. ما هم؟ لاحظهم هنا: حصول عضوين على درجة متواصل متمكن، حصول عضوين آخرين على درجة متواصل متمكن، حصول عضو واحد على درجة متواصل متقدم، حصول عضو واحد على آخر درجة متواصل متقدم، حصول عضو واحد على درجة القائد المتمكن أو درجة القائد المتقدم أو درجة العضو المتميز، حصول عضو واحد على آخر درجة للقائد متمكن أو درجة القائد المتقدم أو درجة، وأيضا تدريب ما لا يقل عن 4 أعضاء من الهيئة الإدارية في كلا فترتي التدريب. لاحظ هذه 10 نقاط هنا، ولكن هو مسؤول عن 7. 1 2 3 4 5 6 7، 7 نقاط يقوم بها من نائب الرئيس للشؤون التعليمية. حضور اجتماع الهيئة الإدارية للنادي، لابد أن يحضر. قراءة وفهم الإجراءات البرلمانية لإدارة الاجتماعات، لأن قد يكون اللي هو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس. المشاركة في اجتماعات المنطقة والقسم والقطاع والتصويت بالنيابة عن النادي. هو والرئيس ونائب الرئيس للشؤون العضوية أيضا. مساعدة الأعضاء فيما يتعلق بطلبات التسجيل درجاتهم. هو لديه الأكسس الصلاحية للدخول وتسجيل المشاريع الأعضاء في موقع منظمة أو مؤسسة التوست ماستر. إعداد العضو المناسب لتولي منصب نائب الرئيس الشؤون التعليمية السنة الجديدة، يعده من الآن، يخليه معاه دائما، يكون معاه فيعده إلى السنة الجديدة. التحضير والاستعداد لمسابقات النادي المختلفة، الخطب المعدة، الخطب الارتجالية، الخطب الفكاهية والتقييم في مسابقة النادي والمسابقات خارج النادي أيضا، يجب أن يكون له دور في إعداد الخطباء لكي يتمكنوا من تمثيل النادي، تمثيل أنفسهم وتمثيل النادي بأحسن صورة ممكنة، إن كانت في مسابقة النادي وإن كانت في مسابقة المنطقة وإن كانت في مسابقة القسم وساتاك أيضا. إذن هناك دور قوي جدا يلعبه نائب الرئيس الشؤون التعليمية
في التحضير والاستعداد لمسابقة النادي المختلفة، ليس فقط الاستعداد اللوجستي اللي هو فقط المكان والإجراءات والشغل، لا أيضا الأعضاء يجب أن يكون له دور في إعداد الخطباء الذين سيسابقون في هذه المسابقات. ما هو دور نائب الرئيس الشؤون التعليمية في اجتماع الهيئة الإدارية للنادي؟ دوره ومهامه إعداد وتقديم البرنامج التعليمي للنادي. يجب أن يشرح للأعضاء في الهيئة الإدارية ما هي أدوارهم، ما هي الخطة للنادي، وما هو دور كل واحد في مساندته. مراجعة أداء النادي من خلال النقاط العشر عشرة للنادي المتميز. مراجعة تنفيذ الخطة الناجحة للنادي. تقديم المعلومات اللازمة عن مسابقات النادي القادمة والأنشطة التعليمية المقترحة. هذه من ضمن خطته التي سيقدمها إلى الهيئة الإدارية للنادي من بداية الشهر الأول. يبدأ الخطة يعملها بالشهر الأول ويقدمها لأعضاء النادي لكي يراجعوها كل اجتماع إداري ماذا حصل بها. إذا هذا هو نائب الرئيس الشؤون التعليمية، عليه عبء كبير جدا ولكنه يجب أن يكون على قدر المسؤولية، لا يضع المهام هذه على ظهره وعلى رأسه فقط، لابد أن يكون هناك تفويض للصلاحيات والمسؤوليات في القضية هذه. المهام كثيرة، فبالتالي لابد له من التفويض، وإلا سيضع على ظهره صخرة كبيرة، يستطيع السير لمسافة قصيرة ولكنه سيتعب سريعا وسيرهق ويجلس ولن يكمل المشوار. لذلك عليه كقائد أن يعرف التفويض، مبدأ التفويض للصلاحيات والمسؤوليات. بسم الله، هذا هو النائب رئيس الشؤون التعليمية، ولكي يبدأ بداية قوية أيضا كما بدأها الرئيس عليه أن يعمل عدة أمور: حضور تدريب أعضاء الهيئة الإدارية، قراءة الأدلة والتعليمات الخاصة برئاسة النادي وأيضا نائب رئيس الشؤون التعليمية وأيضا باقي الأعضاء لكي يستطيع أن يعرف ويكمل الأعضاء الآخرين. الاجتماع مع الهيئة الإدارية السابقة لمعرفة ما هي نقاط القوة والضعف وما هي الأشياء التي تمت وما هي الأشياء المخطط لها في المستقبل ليساندها في خطته. الاجتماع مع رئيس النادي أو نائب رئيس النادي الشؤون التعليمية ورئيس النادي أيضا السابقان لكي يطلع منهما على الخطط المعمولة سابقا وما يمكن أن يكون في المستقبل كإرشادات له في الإدارة. الاجتماع مع الهيئة الإدارية المنتخبة، وهذه لوضع الخطة المتكاملة لفريق عمل متكامل. تكوين لجنة النادي التعليمية، وهي الأفضل أن تكون هناك خطة تعليمية وتدريبية. الاجتماع مع كل عضو من أعضاء النادي ومناقشة برنامج التعليمي له لكي يكون هناك إمكانيات أفضل من البرنامج التعليمي له وما يحتاجوه أيضا من هناك. هذا هو دور نائب الرئيس للشؤون التعليمية. ننتقل الآن إلى نائب الرئيس للشؤون العضوية. بسم الله، نبدأ باستفسار أيضا: الشؤون العضوية لابد أن يحضر أعضاء جدد للنادي، وهو ولديه نقطتان من نقاط العشر. إذا ما هي الوسائل الترويج التي يمكن أن يستخدمها لجذب أعضاء جدد للنادي؟ أنت يا نائب الرئيس الشؤون العضوية اسأل نفسك الآن، ما هي الوسائل الترويج التي يمكن أن تستخدمها لجذب أعضاء جدد لناديك؟ لابد من وضع خطة لوسائل الترويج، لا تستخدمها مرة واحدة ثم تقف، أو تستخدمها كلها
في نفس الرسالة، لابد أن تكون رسائل التوست ماستر إلى المجتمع لابد أن تكون متكاملة ومتتالية أيضا. إذا نحتاج أن نقوم بها بشكل مخطط له جيدا. نائب الرئيس الشؤون العضوية أيضا لديه مهام يمكن التطرق لها من خلال اجتماع النادي أولا، وينقسم لها قسمان، قبل الاجتماع وخلال الاجتماع. الشؤون العضوية وش يسوي الشؤون العضوية قبل الاجتماع؟ من مهامه عمل قائمة بأسماء أعضاء النادي. خلي الأعضاء والإدارة والهيئة الإدارية يعرفوا من هم أعضاء النادي، من هم زملائهم. بعض الأعضاء يتغيبوا فترة طويلة وأعضاء دخلوا جدد، فيجب أن يعرفوا من هم الأعضاء بالنادي. الاحتفاظ ببعض الهدايا التشجيعية للضيوف هذا ممتاز، لأن الهدايا التشجيعية للضيوف قد يكون هؤلاء الضيوف أعضاء مرتقبين للنادي، فبالتالي متى ما ارتاح العضو أو الضيف الجديد أصبح عضو مستقبلي. التواصل مع الضيوف والأعضاء القدامى والذين تغيبوا عن حضور الاجتماع وتحفيزهم على الحضور مرة أخرى. يمكن أن يتفق مع ضيوف مختلفين لكي يستطيعوا أن يحضروا ويثروا الاجتماع واللقاءات، وهذا سيكون من التنوع في الاجتماعات للنادي. إذن هو من مهام الشؤون التعليمية، ولكن بالتنسيق مع الشؤون العضوية في استقطاب ضيوف متميزين، قد يكون حافز حضور هؤلاء حافز للأعضاء للحضور في الاجتماع. أيضا خلال الاجتماع النادي تحية ومصافحة الضيوف والأعضاء لا يكون له دور في النادي أو كلمة، ولكن خلال الاجتماع يمكن أن يسلم ويرحب بالأعضاء بصفة شخصية. توزيع الهدايا التشجيعية بالتنسيق مع رئيس النادي ونائب رئيس الشؤون التعليمية. الإجابة عن استفسارات الضيوف بشكل خاص. التنويه بإنجازات العضوية لأعضاء النادي. الترويج لأعضاء النادي بأهمية تنمية العضوية. تنمية العضوية والاستفادة من العضوية وأيضا إكمال العضوية في السنة القادمة. طيب، خارج اجتماع النادي ماذا سيكون خارج اجتماع النادي؟ مهام نائب رئيس الشؤون التعليم العضوية خارج اجتماع النادي، وهو الذي سيسوق للنادي ويجذب الأعضاء الجدد، شرح منافع المشاركة في برامج نوادي الخطابة والقيادة التوست ماسترز. لابد أن يكون هناك شرح لهم من خلال وسائل الترويج المختلفة، وهذا ما سألنا عنه في البداية. ما هي وسائل الترويج التي ستستخدمها للنادي؟ يجب عليك أن تكون هناك وسائل ترويج مختلفة تستخدمها ومتعددة ومتنوعة لكي تتناسب مع المجتمع من حولك. أيضا تنظيم مسابقات العضوية خلال العام وبعدد 3 مسابقات على الأقل: مسابقة أغسطس سبتمبر، مسابقة فبراير، مسابقة مايو ويونيو. هذه مسابقات مختلفة على أساس أنك تجدد العضوية أو تدخل أعضاء جدد في النادي. الترويج للحضور والمشاركة في فعاليات المنطقة والقسم. تحتاج أنك تحضر بشكل قوي من الأعضاء على أساس يتشجعوا أن حضور مسابقات في المنطقة، هذا فعالية متنوعة من حياتهم الروتينية، فبالتالي أنت خرجتهم من الروتين الممل إلى شغلات جديدة أيضا خارج النادي. إن كانت هناك رتابة في هذا الروتين فسيكون ممل، فبالتالي أنت أخرجتهم من هذه. قد لا تكون هناك فعاليات في المنطقة أو القسم أو القطاع. أنت بعلاقاتك وعلاقات العلاقات العامة مع الأندية الأخرى يجب عليكم خلق
خلق هذه الفعاليات لكي يكون الأعضاء أكثر فعالية في التواصل مع أعضاء التوست ماستر الآخر. هو المسؤول الأول عن تحقيق نقطتين من نقاط النادي المتميز اللي هم هنا اللي هم انضمام 4 أعضاء جدد للنادي ثم انضمام 4 آخرين للنادي. إذا عنده نقطتان هنا. هنا عنده نقطتان، وهناك الشؤون التعليمية لديه 7 نقاط. نقطتان وسبع نقاط. إذا التنسيق بينهم يكون جدا ممتاز. إذا كان عدد الأعضاء أقل من 20 عضو فإن الهدف الرئيسي هو الوصول لهذا العدد. نطمح أن يكون أكثر من 20 عضو دائما. ولكن إذا كان أقل يجب أن يكون دور أقوى لنائب الرئيس الشؤون التعليمية لكي يصل بالأعضاء إلى 20 عضو في النادي. حضور اجتماعات أعضاء الهيئة الإدارية، تولي قيادة فعاليات النادي في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس الشؤون التعليمية، قراءة وفهم الإجراءات البرلمانية لإدارة الاجتماع. هنا خلينا نرجع لهنا. حضور اجتماعات أعضاء الهيئة الإدارية، أيضا عليه أن يكون حضور اجتماعات المنطقة لأنه هو عضو من أعضاء مجلس إدارة المنطقة. الشؤون العضوية عضو من أعضاء المجلس إدارة المنطقة. المشاركة في اجتماعات المنطقة والتصويت بالنيابة عن النادي، مساعدة الأعضاء الجدد فيما يتعلق بطلبات تسجيل درجاتهم، أيضا هذه بالتنسيق مع الشؤون التعليمية، الترويج لأعضاء النادي بأهمية تنمية العضوية. كل أعضاء النادي يساعدوه في القضية هذه، يعني ما يشتغل هو لحاله، لابد أن يكون فريق عمل متكامل. التواصل مع الضيوف والأعضاء القدامى والذين تغيبوا عن حضور الاجتماع وتحفيزهم على الحضور، عمل استبيانات الرضا للأعضاء. طيب استبيانات الرضا للأعضاء، لما نتكلم عن الرضا، درجة الرضا عند الأعضاء، كيف يتم قياس درجة الرضا؟ درجة الرضا عند الأعضاء أو درجة الرضا عامة تقاس في المتوقع على الفعلي. الآن لما أنا أكون عندي شريت جوال مثلا، شريت جوال كنت أتوقع أن فيه 10 مزايا، طلعت فيه مزيتين فقط، فعليا طلعت فيه ميزتين فقط، أنا كنت متوقع 10، هل سأكون راضي؟ لا، الفعلي 2 على المتوقع 10، فبالتالي صار عندي أقل، صار عندي 20 اللي هو 5. ولكن لما يكون أنا توقعت 2 وطلعت في 10، راح يكون 10 على 2، راح يكون الناتج 5، درجة الرضا تكون أكبر. لما يكون النادي العضو يجي ومتوقع في النادي حاجة كبيرة يجب أن يحصل عليها وأعلى منها، وإلا سيكون عنده خيبة أمل، درجة الرضا ستكون ناقصة، فبالتالي لن يستمر هذا العضو في النادي إذا كانت استمرت هذه الدرجة من الرضا لديه. فبالتالي لابد من انتباه لدرجة الرضا. ما هو دور ومهام نائب الرئيس الشؤون العضوية في الهيئة في اجتماع الهيئة الإدارية؟ إعداد وعرض تقرير العضوية في النادي، كم أعضاء النادي وكم اللي جددوا في النادي وكم اللي ما جددوا في النادي، كم المتوقع أن يصير الأعضاء، إعداد وعرض الخطة المناسبة لتنمية العضوية للنادي، كيف سينمي العضوية في النادي، هذا المفروض أصلاً من البداية يعمل لها خطة، ولكنه سيتابعها في اجتماعات متتالية. يجب أن توضع الخطة في أول شهر ثم الاجتماعات الأخرى مع الهيئة الإدارية يكون متابعة هذه الخطة، ودور كل عضو في مساندة نائب الرئيس الشؤون التعليمية ما هو. إذن إعداد وعرض الخطة المناسبة لتنمية العضوية للنادي، لعقد المسابقات والترويج للنادي خارج محيط النادي.
وهذه هي الجوائز الموجودة. ولكي يبدأ بداية قوية أيضا مثل الشؤون التعليمية والرئاسة، عليه حضور تدريب أعضاء الهيئة الإدارية والمقام عن طريق القسم والقطاع مثل ما نعمل الآن، وقراءة الأدلة التعليمية الخاصة برئاسة النادي، مش رئاسة النادي هي فقط، رئاسة النادي ورئاسة نائب رئيس الشؤون التعليمية والعضوية وباقي الأعضاء كاملة. ليش؟ على أساس أن هم فريق عمل ومكملين لبعض، على أي واحد منهم يقصر يمكن أن يكمله العضو الآخر. الاجتماع مع الهيئة الإدارية السابقة ومعرفة ما هي المشاكل في العضوية، الاجتماع مع نائب الرئيس لشؤون العضوية السابق ومعرفة ما هي الخطط السابقة التي تم استخدامها ولم تجدي نفعا، وما هي الخطط التي تم استخدامها وأحدثت تغييرا في العضوية، ما هي الأماكن التي يمكن التركيز عليها في جذب الأعضاء، وما هي الأماكن التي ليس هناك أي فائدة منها، يمكن أن تكون محاولة ولكن لا تعطى وزنا بقدر الأماكن التي تجذب بشكل أكبر. الاجتماع مع الهيئة الإدارية المنتخبة لشرح الخطة لنائب الرئيس الشؤون العضوية وكيف سيجذب الأعضاء وما هي الوسائل التي سيستخدمها، ويمكن المشورة معهم في عرض الخطة، في عمل الخطة ثم عرضها، ولكي تكون واضحة للجميع. هذه هي الهيئة الإدارية الأربعة، اللي هو رئيس النادي ونائب رئيس الشؤون التعليمية ونائب رئيس الشؤون العضوية. الآن نأتي لنائب رئيس شؤون العلاقات العامة. أيضا يجي لنا استفسار للعلاقات العامة. النادي قد يحتاج إلى رعاة لأنشطته، كيف يمكنك الحصول على الرعاة؟ الرعاة هم من يساندوا ماديا ومعنويا النادي، وقد يكون المساندة لهم معنوية في جذب الاشتراكات أو جذب الأعضاء الجدد للنادي، ولكن غالبا يحتاج ميزانية النادي، فنحتاج إلى رعاة. ما هي الخطة لكي تحصل على هؤلاء الرعاة؟ بسم الله. نائب الرئيس شؤون العلاقات العامة أيضا انقسم إلى اجتماع النادي وخارج النادي والهيئة الإدارية. داخل اجتماع النادي وقبل الاجتماع يجب عليه تصميم وتحديث موقع النادي على الشبكة. لابد أن يكون العلاقات العامة منتشر بشكل قوي ومساند للعضوية أيضا. تصميم وتحديث موقع النادي على الشبكة ويوضع به جميع فعاليات، وهو ما يجذب الأعضاء الآخرين ويكون قوة للنادي، قوة الصيت والسمعة للنادي من خلال مواقع الإنترنت الخاصة بالنادي. طلب المواد والعروض الترويجية من موقع المنظم العالمي للتوست ماستر. هذا من دور شؤون علاقات العامة. خلال اجتماع النادي توزيع المواد الترويجية، إذا كان هناك أي بروشورات أي أوراق أو أي هدايا ترويجية يمكن أن خلال اجتماع النادي توزع بالاتفاق مع رئيس النادي ونائب رئيس الشؤون التعليمية. أيضا تحديث الأعضاء بالإنجازات ومهام لجنة شؤون علاقات عامة، لابد أن يتحدث مع الأعضاء جميعا وليس الإدارة فقط ما سيقوم به العلاقات العامة لكي يساندوه في برامج التواصل الاجتماعي، وأيضا يساندوه في أي مكان يتواجدون فيه في نشر ثقافة التوست ماستر وجذب الأعضاء للنادي. طيب خارج اجتماع النادي ما دوره؟ استحداث نشرات داخلية أو صفحة انترنت لتوثيق ونشر الأحداث الداخلية للنادي
ولتوفير المعلومات التثقيفية ونشرها وتوفير المعلومات الخاصة بأنشطة النادي للضيوف والزوار. إذن عليه أن يوجد رعاة لكي يستطيع عمل هذا الشيء. صفحة الإنترنت تحتاج دعم، النشرات إن كانت بروشورات مطبوعة أو بنرات يحتاج أيضا دعم. إذا عليه أن يحصل رعاة علشان يستطيع عمل هذه الأشياء بصورة تخدم خطته التي اتفق بها مع النادي. الترويج للنادي في وسائل الإعلام المحلية والحرص على الإعلان عن البرامج والأنشطة القادمة للنادي. في أي مجال يمكن أن يستخدم برامج التواصل الاجتماعي لا يقصر. عليه أن كل وسائل التواصل الاجتماعي أن يدخل بها ويكون لهم مساندين، لا يدخل بها لحاله، لا أحد يستطيع أن يقوم بهذا العمل لأنه عمل جبار صراحة الإعلام. لذلك عليه أن يدخل في مجال التفويض للأعضاء. التفويض للأعضاء سيخدمه بشكل كثير. افتراضا الآن عندنا تويتر والإنستغرام والتليجرام والسناب شات وغيرها، هذولا 4 5 والموقع أيضا، ستة برامج، صعب الواحد يقضي في كل واحد منهم على نصف ساعة 3 ساعات يوميا، هذا مشكلة. لكن لو كل واحد عطاه وزع وفوض الأمور هذه إلى الأعضاء، كل حسب استخدامه الأمثل ما يستطيع عمله فيه، فكل واحد راح يقضي فقط نصف ساعة في اليوم وسيرتاح الجميع. إذن التفويض مهم جدا للقيادة. المشاركة في مقابلات مع وسائل الإعلام وإرسال التصريحات الصحفية المتحدث الرسمي باسم النادي إن كان هناك مجلات تغطي أو جرائد تغطي الفعاليات، يمكن لرئيس نائب الرئيس شؤون العلاقات العامة أن يرسل تصريحات صحفية، أو يمكن أن تكون مقالات مختلفة عن النادي وفعالياته، وهذا سيكون سمعة قوية للنادي، وأيضا سيكون داعم قوي وترويجي إلى الشؤون العضوية، نائب رئيس الشؤون العضوية. في اجتماعه مع الهيئة الإدارية للنادي، ما هو دور نائب الرئيس لشؤون العلاقات العامة؟ إعداد وتقديم تقرير شؤون العلاقات العامة، ماذا عمل وماذا سيعمل؟ ما هي النتيجة؟ اقتراح طرق جديدة للتسويق للنادي وأنشطته، هذا أيضا يجب أن تكون ضمن خطة في الشهر الأول، يعمل الخطة ويتابعها أيضا في الأشهر في الاجتماعات المتتالية للهيئة الإدارية للنادي. إذن لو تلاحظوا الآن أن كل العملية هذه من نائب الشؤون العلاقات العامة والشؤون التعليمية والعضوية كلهم مرتبطين مع بعض في عملهم إلى التسويق لأنشطة وفعاليات النادي. طيب، ولكي يبدأ بداية قوية نائب الرئيس الشؤون العلاقات العامة، يجب عليه حضور تدريب أعضاء الهيئة الإدارية والمقام عن طريق القسم، قراءة الأدلة والتعليمات الخاصة برئاسة النادي والشؤون التعليمية والشؤون العضوية والعلاقات العامة وباقي الأدوار، الاجتماع مع الهيئة الإدارية السابقة، الاجتماع مع نائب الرئيس لشؤون العلاقات العامة السابق، الاجتماع مع الهيئة الإدارية المنتخبة. هذه الأمور مهمة جدا، الإدارات السابقة ستعطيك خلاصة عمل سنة كاملة، الاجتماع مع الهيئة الإدارية المنتخبة ستوضح لهم ما هي الخطة التي ستسير عليها، وأيضا كيف تفوض من هم الأشخاص البارزين الذين يستطيعون خدمة هذه الخطة وأهدافك ومهامك لكي تفوض لهم المهام. إلى هنا
انهينا 4 من الهيئة الإدارية وباقي 3 لدينا، وهؤلاء سريعين إن شاء الله فيها. أمين السر، لديه استفسار أيضا، ما هو أمين السر؟ ماذا سيفعل؟ لكن لدينا سؤال له، ما هي الطرق التي ستساعدك في حفظ وتوثيق مستندات وفعاليات النادي؟ أنت هذه إحدى مسؤولياتك، حفظ وتوثيق المستندات، ما هي الطرق التي ستستخدمها؟ هل ستستخدم الطرق التقليدية الورقية أم سوف تتجاوزها وتستخدم الطرق الإلكترونية بالكمبيوتر؟ أم أنك ستدمج الاثنان مع بعضهما البعض؟ سؤال، هل أنت لديك خبرة في الكمبيوتر؟ هل لديك خبرة ببرامج الكمبيوتر لكي تستخدم البرامج الإلكترونية أم لا؟ إذا ما كان لديك فهذا ممتاز، إذا لم يكن لديك فعليك أن تسأل أعضاء الهيئة الإدارية وأيضا الأعضاء في النادي من يستطيع أن يساعدك في ذلك. لا تترك الحمل على ظهرك وحيدا، يجب عليك أن تتجاوز الفردية إلى المؤسساتية أو إلى فريق العمل كاملا. أمين السر، لدينا أيضا 3 بنود، اجتماع النادي وخارج اجتماع النادي والهيئة الإدارية للنادي. اجتماع النادي، قبل اجتماع النادي ما هي مهام أمين السر؟ وخلال اجتماع النادي ما هي مهامه؟ قبل اجتماع النادي عليه تحضير وإعداد محضر الاجتماع السابق، وعليه على أساس يعرف الناس وش اللي صار في الاجتماع السابق، لازم أن تقرأ لهم. إعداد قائمة بالإجراءات المطلوبة للرئيس النادي، لازم أخبر رئيس النادي هذه هي الإجراءات اللي المفروض تتبع لدينا حاليا. فبالتالي إذا لم يكن خلال الاجتماع فهذا المفروض أن يكون قبل الاجتماع. خلال الاجتماع عليه متابعة سجل الحضور للأعضاء وكذلك سجل الزوار. ليش سجل الحضور؟ سجل الحضور إذا كنت تعرفوها، وأنا متأكد أنكم تعرفوها، في هناك أعضاء فاعلين وهناك أعضاء غير فاعلين. إذا تغيب العضو عن عدد معين من الاجتماعات واللقاءات يسجل كعضو غير فعال، وهذا العضو غير الفعال وش يصير نتيجته؟ النتيجة تكون في التصويت على أي قرار بعد ذلك لا يحسب من ضمن النصاب. هذا كما أعرفه أنا، وإن أخطأت فلتصححوا لي. لذلك يجب متابعة سجل الحضور للأعضاء وكذلك سجل الزوار، من الزوار الذين قدموا لنا ومن المستهدفون. الزوار الذين قدموا يجب علينا متابعتهم من قبل العضوية، نائب رئيس الشؤون العضوية، علشان يكونوا هم أعضاء مرتقبين للنادي. قراءة محضر الاجتماع السابق، أخذ الملاحظات وتعديل محضر الاجتماع السابق طبعا، حفظ محضر الاجتماع، يحفظ محضر الاجتماع، ولذلك لابد أن يكون لديه وسائل حفظ هذه الاجتماعات. خارج اجتماع النادي ما هو دوره؟ المحافظة على قائمة أعضاء النادي، لابد أن تكون عنده قائمة أعضاء النادي باستمرار. إرسال قائمة أعضاء الهيئة الإدارية بالنادي للمركز الرئيسي للتوست ماستر، هنا يكون لديه الصلاحية في إدخالها عن طريق الإنترنت
أعضاء الهيئة الإدارية بالنادي، متابعة المراسلات مع المركز الرئيسي للتوست ماستر، الاحتفاظ بكافة ملفات وأوراق النادي، ما هي الوسائل التي سوف تحفظ وتوثق بها فعاليات النادي، إيجاد البديل في حالة التغيب وتحضير من يخلفك في منصبك. هذه يمكن أن يكون في أوراق خاصة تكون توثيقية اللي هي في حالة الغياب، وتفويض شخص آخر مكاني يمكن أن يكون كتابيا وتسلم إلى أمين السر ويحتفظ بها. كتابة محاضر اجتماعات النادي واجتماعات الهيئة الإدارية. إذن كلها أشياء تحتاج إلى حفظ، وهذا تاريخ النادي. إذا لم تحفظ هذه الأشياء فسيكون النادي بلا تاريخ. يجب أن تحفظ هذه الأوراق للإدارات القادمة لقراءتها والاستعانة بها، وأيضا لأخذ العبر والنصائح منها. في اجتماعها مع الهيئة الإدارية، أمين السر ماذا يقدم وما هي مهامه؟ قراءة محضر الاجتماع السابق، كتابة القرارات والإجراءات التي تتم في هذا الاجتماع مع الهيئة الإدارية، كتابة محضر الاجتماع الحالي مع القرارات طبعا بالإضافة للقرارات، وحفظ كل ذلك في مكان في مكان آمن ويمكن الوصول له عن طريق رئيس النادي. لأن لا سمح الله يصير حاجة في أمين السر، أين سيجدون هذه المحاضر؟ أين سيجدون هذه القرارات؟ أين سيجدون هذه السجلات؟ لابد أن تكون في مكان يمكن للرئيس الوصول له. ولكي يبدأ بداية قوية أيضا لابد له من حضور تدريب أعضاء الهيئة الإدارية، قراءة الأدلة والتعليمات الخاصة بجميع أعضاء الهيئة الإدارية، الاجتماع مع الهيئة الإدارية السابقة، الاجتماع مع أمين السر السابق، الاجتماع مع الهيئة الإدارية المنتخبة. لابد أن تكون هذه الأمور والاجتماعات في أول شهر، لا يفوت الأشهر الأولى وبعدين يقول أنا راح أجتمع إياهم بعدين. خليه ياخذ النصائح والتعليمات من البداية لكي يكون هناك مجال واسع لتطبيق ما يمكن تطبيقه منها من هذه النصائح. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أنت تطوعت إلى هذه المهمة، هذا المنصب يجب عليك أداءه بالشكل الصحيح. سادس منصب هو أمين الخزينة، هذا صاحب الفلوس. هذا ما هي مهامه وما هو أدواره وما هو الاستفسار الخاص به لدينا؟ أنت يا أمين الخزينة، هل تفضل أن تقدم تقرير مالي مطبوع أم شفهي في كل اجتماع إداري؟ قد يكون القرار لديك عندك، ولكن أيضا الهيئة الإدارية يمكنها أن تفرض عليك قرار. عندما تقدمه شفوي لا يمكن لأحد متابعة الأمور المادية شفهية، ولكن عندما يكون مطبوع ستراجع الهيئة الإدارية هذه الأرقام وتواجهك بأسئلة من داخل هذه الأرقام. فانتبه، أنت مكشوف لدى الهيئة الإدارية. إن كنت صاحب القرار بتقديم تقرير مالي شفهي فأنت غير، ما أبغى أقولها غير أمين، ولكن
أنت لا تريد منهم أن يناقشوا المركز المالي للنادي، مثل هذاك اللي من لا يضع الخطة، من لا يضع الخطة هو الشخص الذي لا يريد المراقبة. أنا إذا وضعت خطة فالناس ستراقبني على هذه الخطة. أنت إذا لم تقدم تقرير مالي مطبوع لا أحد يستطيع متابعتك في الأرقام التي تقولها، فبالتالي يجب أن تقدمه مطبوع لكي تقوم بمهام، أهم مهام منصبك الجديد، وأنت قدها وأنت أهلا لها، لن يأخذ منك وقتا طويل. أمين الخزينة، اجتماع النادي، خارج اجتماع النادي، الهيئة الإدارية للنادي، خلال الاجتماع تحصيل رسوم الاشتراكات والتسجيل بالنادي خلال الاجتماع، الإعلان عن موعد تجديد رسوم الاشتراك، وتقديم التقارير المالية شفاهة أو كتابة متى ما طلبت. الكتابة أفضل من الشفاهة. تحصيل رسوم الاشتراك خلال الاجتماع، لأنه قد لا يمكن أن لا تقابل الأشخاص إلا في الاجتماع. الإعلان عن موعد تسجيل رسوم الاشتراك يجب أن يكون ضمن خطة مالية متكاملة لدينا. تقديم التقارير المالية يجب أن يكون للأعضاء عامة وليس للإدارة فقط، للأعضاء عامة يجب أن يعرفوا مركز المالي للنادي لكي يستطيعوا أن يطالبوا بأشياء إضافية أم لا. خارج اجتماع النادي ماذا يفعل؟ من هو هذا؟ أمين الخزينة. تحضير وإعداد ميزانية النادي، هذا الحالة بالبيت تسويها، بالمكتب تسويها، تحضير الوثائق اللازمة لحساب البنك، إرسال الرسوم للمركز الرئيسي للتوست ماستر. هذا مش الرئيس اللي يسويها، مش العضوية تسويها، أمين الخزينة هو اللي يسويها. إرسال الرسوم للمركز الرئيسي للتوست ماستر هذا من مهام أمين الخزينة، وليس من مهام الرئيس، وليس من مهام نائب الرئيس للشؤون العضوية. قد يتساعد معه، ولكن توصيف المهام لهذا المنصب هو من يقوم بها. إرسال طلبات تسجيل الأعضاء الجدد مع رسومها للمركز الرئيسي للتوست ماستر. أغلب الأندية يقوم بذلك الشؤون التعليمية، وهي من مهام أمين الخزينة. المحافظة على السجلات المالية للنادي يمكن أن تكون لديه، ونسخة أخرى لدى السكرتارية. أمين السر، أمين السر يجب أن تكون لديه أيضا هذه السجلات مع الباقي الأوراق والتوثيق للنادي. لا يمكن الاحتفاظ بالسجلات المالية بدون نسخة احتياطية. خارج اجتماع النادي أيضا دفع مصاريف النادي، أي مصاريف إلى الأماكن الالتزامات أخرى في داخل المجتمع، من يقوم بدفعها هو أمين الخزينة. تقديم سجلات للنادي المالية للترقيق عند اللزوم، لازم تكون عنده جاهزة. استلام رسوم تسجيل الأعضاء الجدد ورسوم تجديد اشتراكات الأعضاء الحاليين، هو اللي يستلمهم أو أي أحد يستلمهم ويسلمهم إله، ما في مشكلة. حضور اجتماعات الهيئة الإدارية للنادي، أكيد لابد لكي يعرف مهامه بشكل صحيح ولكي يعرف ما هي الجديد في النادي، لابد أن يحضر اجتماعات الهيئة الإدارية للنادي. استلام جميع المراسلات المالية، سيستلمها من؟ سيستلمها الرئيس، هذه من مهام الرئيس، استلام جميع المراسلات الخاصة بالنادي هو الرئيس، ولكن
عند استلام مراسلات مالية من أي جهة كانت، من جهة التوست ماستر، مؤسسة التوست ماستر أو أي مؤسسة ثانية، يجب عليه تسليمها لأمين الخزينة لكي يحفظها في السجل المالي للنادي، ويعطي منها نسخة إلى أمين السر. إذا رئيس النادي لا يحتفظ لديه بالمراسلات المالية، يعطيها أمين الخزينة ثم يعطيها أمين السر، نسخة منها لأمين السر. طيب ما هو دور أمين الخزينة في اجتماع الهيئة الإدارية للنادي؟ إعداد وتقديم ميزانية النادي لأعضاء الهيئة الإدارية ومناقشتها مناقشة تفصيلية، تسليم حسابات النادي للجنة الترقيق العام، هذا تكون في نصف السنة ونهاية السنة أو في نهاية السنة حسب نظام النادي، العمل مع الهيئة الإدارية على نجاح النادي وتحقيق الأهداف ضمن ميزانية المالية للنادي، ضمن الميزانية المالية للنادي، العمل مع الهيئة الإدارية على نجاح النادي وتحقيق الأهداف، هو إذا كان لديه أموال لا يحبسها عنده فقط لتجميع الأموال، المال وسيلة وليس غاية للناس والنادي أيضا، فبالتالي إذا كان هناك أموال وتساهم هذه الأموال في إنجاح فعالية للنادي، يجب عليه تقديم هذه الأموال للنادي لصرفها على الفعالية ونجاح النادي وتحقيق الهدف من هذه الفعالية. إذن أمين الخزينة يجب عليه المساندة في النادي. ولكي يبدأ بداية جديدة أيضا عليه نفس ما على الباقين، حضور تدريب أعضاء الهيئة الإدارية وقراءة الأدلة والتعليمات الخاصة بالهيئة الإدارية كاملة، رئيس النادي، العضوية، التعليمية، العلاقات العامة وإلى آخره، وأيضا الاجتماع مع الهيئة الإدارية السابقة ومعرفة ما هي مصاريفهم وما هي إيراداتهم وكيف يتم زيادة الإيرادات وكيف يتم المحافظة على أموال النادي. هذه خذ الخبرة من الآخرين، أحكم الناس أو أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، فنحن نستطيع أن نستفيد من نصائح الآخرين لنا. الاجتماع مع أمين الخزينة السابق وأخذ ما لديه من عهدة مالية وعهدة ورقية أيضا لمعرفة ما هي التزامات وما هي مال النادي وما عليه من التزامات خارجية. عفوا. أيضا الاجتماع مع الهيئة الإدارية المنتخبة لتقديم لهم ما هي وضعهم على الواقع المالي للنادي قبل البدء، وبالتالي نستطيع نحن أن نصرف بهذا القدر في كل شهر أو هذا القدر في الفترة الفلانية. هذه هي جميعها بداية قوية إلى أمين الخزينة. آخر دور من الأدوار وهو أمين المراسم. أخذنا رئيس النادي، الشؤون التعليمية، العضوية، العلاقات العامة، أمين السر، أمين الخزينة، الآن آخر دور هو أمين المراسم. خلينا نشوف ما هو الاستفسار أو التساؤل لأمين المراسم ثم ندخل إلى مهامه. يا أمين المراسم، هل تعتقد بأنه يمكنك القيام بعملك في التحضير للاجتماعات بمفردك؟ عفوا للأخطاء
الإملائية في الكتابة. هل تعتقد بأنه يمكنك القيام بعملك في التحضير للاجتماعات بمفردك؟ أمين المراسم هو من يحضر للاجتماعات. إذا كان بمفرده ولم يأخذ الآخرين خبرة في التحضير، في حالة غيابه ماذا سيكون حال الأعضاء في اللقاء؟ في حالة غيابه ماذا سيكون حال الأعضاء باللقاء؟ أيضا يجب عليك إعطاء خبرتك في التحضير للآخرين بمشاركتهم. نحن نعمل كفريق عمل واحد وليس بمفردك. دائما نستخدم نحن وليس أنا، وهذه من صفات القائد. طيب خلينا نشوف المهام. اجتماع النادي، أمين المراسم قبل اجتماع النادي وعند الوصول للاجتماع وأثناء الاجتماع. قبل اجتماع النادي يجب على أمين المراسم حجز مكان اجتماع النادي. بالاتفاق إذا لم يكن هناك موقع محدد في الاجتماع أو موقع دائم للنادي، فعليه الاتفاق مع أي جهة من الجهات لكي يكون الاجتماع لديه، وحجزه قبل الاجتماع بأسبوعين أو ثلاثة أو حتى شهر لكي يتم الإعلان عن المكان الاجتماع ويتهيأ الأشخاص، وأيضا هو يتهيأ لكيفية الأوضاع داخل القاعة. التأكد من وجود الأدوات اللازمة لعقد الاجتماع قبل الاجتماع. ما هي الأدوات اللازمة لعقد الاجتماع؟ طاولات، كراسي، أوراق، أجندة، أقلام، بروجيكتور، أي شيء. قد سبورة ورقية يطلبها أحد الأعضاء في مكملة لخطبته أو مشروعه، فبالتالي يجب عليه الاتفاق مع أمين المراسم لإمكانية تحضيرها في الاجتماع. هذا يحدث قبل الاجتماع. عند الوصول للاجتماع ماذا سيكون دور ومهمة أمين المراسم؟ الحضور لمكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كافي أساس يتأكد أن كل شيء في وضعه تمام وحسب ما خطط له مسبقا، وكل الإمكانيات المطلوبة من الخطباء موجودة. لابد أن يكون هناك وقت كافي لتجاوز أي نقص. تجهيز مكان الاجتماع بكل ما يتطلب من تجهيزات وقرطاسية ومتطلبات الضيافة. إذن الضيافة من المسؤول عنها؟ أمين المراسم. الضيافة مسؤول عنها أمين المراسم، ويمكن له التفويض ويفضل التفويض لأن لديه أمور أكبر في التجهيز لمكان الاجتماع، فعليه التفويض في هذا الأمر. الحرص على أن يبدأ الاجتماع في الوقت المحدد. لابد أن يجهز الأمور كاملة قبل الوقت المحدد، فبالتالي إذا هو قام بدوره بشكل صحيح وجهز المكان بجميع الإمكانيات قبل الوقت المحدد، فعل رئيس النادي عدم التأخير في افتتاح الاجتماع. إذا تأخر أمين المراسم في تجهيز المكان فسيتأخر الاجتماع. إذن الحرص على أن يبدأ الاجتماع في الوقت المحدد. الترحيب بضيوف وزوار النادي والإجابة على استفساراتهم بصورة شخصية وليس بصورة جماعية، بصورة شخصية، لأنه غير مخول هو بالاستفسارات أو الرد على الأسئلة بصورة جماعية وكأنه يخطب بهم. الاجتماع لسه ما بدأ، فبالتالي هو بصورة شخصية، يفضل أن يكون بصورة شخصية أفضل.
أثناء الاجتماع مهمة أمين المراسم أن يساعد على توفير الهدوء، يساعد على توفير الهدوء في حالة حدوث فوضى أو سوالف أو كلام جانبي، يجب أن يرفع إشارة عدم الحديث، وإذا كان هناك بالهاتف النقال أيضا يجب أن يرفع إشارة الجوال، عدم الحديث بالجوال. إذا لدينا عدة أمور تساهم في الحافظ على الهدوء، هذا يقوم بها أمين المراسم. دخول عضو أو ضيف إلى داخل يجب أن يرحب به وبهدوء تام ويجلسه في مكانه. جاهزية جهاز العرض أو الأدوات المساعدة إذا كان أحد راح يعمل مشروعه في الخطابة على أحد الأجهزة الإلكترونية، فهو من يتقدم ويجهزه له قبل بدء مشروعه وخطبته. المبادرة حين حصول طارئ كتعطل جهاز التكييف أو الإضاءة، لكي لا يرتبك الجميع والجميع يقوم بهذا الدور، هذه مهمة أمين المراسم. يساعدهم على الهدوء ويتأسف منهم، وهو يقوم مع من يحدده هو بمساعدته ويقوم لعمل وإصلاح الطارئ، العطل الطارئ. لست وحدك، فوض زميلك وقم بالتوجيه. هذا من مهام أيضا أمين المراسم، أن يفوض الآخرين بتوجيه الآخرين في جهات مختلفة من الاجتماع. خارج اجتماع النادي ماذا يفعل؟ خارج اجتماع النادي من مهام أمين المراسم خارج اجتماع النادي إعادة قاعة الاجتماع على ما كانت عليه. بعد ما يصير الاجتماع يجب أن ويصير ترتيبات خاصة للاجتماع، يجب أن يعيد بمساعدة الأعضاء أو الإدارة أو من يرغب إعادتها كما كانت سابقا، حفاظا على العلاقات بينه وبين الجهة التي مكنته من استخدام القاعة. حفظ وتخزين أدوات النادي لكي لا تتشتت كل أداة لدى شخص معين، فيتكون عند شخص واحد في حقيبة واحدة أو في خزانة واحدة فتوضع بها وخلاص. تجهيز البديل عند التغيب وتحضير ما يخلفك في منصبك، وهنا التفويض والمشاركة، التفويض والمشاركة، لا تجهز بمفردك، حضر من يخلفك في حالة غيابك أو في حالة انتهاء فترة إدارتك. حضور اجتماعات الهيئة الإدارية للنادي لابد أن يحضرها لكي يطلعهم ويطلع منهم على كل جديد. الهيئة الإدارية للنادي، عند اجتماع الهيئة الإدارية للنادي ما هو دور ومهام أمين المراسم؟ وهذه تقريبا نهاية العرض، باقي عندنا فقط العشر نقاط ثم ننهي إن شاء الله. تحديث الهيئة الإدارية عن مكان لقاء النادي، تحديث الهيئة الإدارية عن مكان لقاءات النادي المستقبلية، طرح الصعوبات والحلول لإيجاد بيئة مناسبة لاجتماعات النادي، قد لا تكون المكان الذي نحن فيه الآن مناسبا، فهو يطرح بدائل ويساهم في معرفة بدائل من خلال استفساره من الهيئة الإدارية. رئاسة لجنة المراسم والاستقبال للنادي، هذا من ضمن مهامه، هو مسؤول عن الاجتماع النادي الهيئة الإدارية. ولكي يبدأ بداية قوية عليه عدة أمور: حضور دورات أعضاء الهيئة الإدارية وقراءة الأدلة والتعليمات الخاصة بالهيئة الإدارية والاجتماع مع الهيئة الإدارية السابقة،
والاجتماع مع أمين المراسم السابق والاجتماع مع الهيئة الإدارية المنتخبة. قد تكون أمور مكررة عند جميع المهام، ولكنها مهمة جدا لبداية قوية، أخذ النصائح والتعليمات من السابقين. استفسار: ما هي الأمور التي تمكنني من الحصول على 10 نقاط للنادي المميز؟ الكل يبحث عن النادي المميز، ما هي 10 نقاط؟ احنا شرحنا يمكن منها 9 نقاط، قلنا 7 منها لنائب الرئيس الشؤون التعليمية مسؤول عنها، ونقطتين للشؤون العضوية. خلينا نشوف 10. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، حصول عضوين على درجة المتواصل المتمكن. هذه من مهام من هو؟ الشؤون التعليمية. حصول عضوين آخرين، يعني 4 أعضاء، على درجة المتواصل المتمكن. أيضا حصول عضو واحد على درجة المتواصل المتمكن. لاحظ هنا تعليمية، أهداف تعليمية، أهداف تعليمية، هذه 6 ذولا أهداف تعليمية، وثم تجي هنا أيضا أهداف تعليمية هنا في الأخير. خلينا نشوفها. حصول عضو واحد على درجة المتواصل المتقدم، كلها مشاريع الآن، فكل ما خلصوا مشاريع معناها أن نائب رئيس الشؤون التعليمية قام بدوره مع الأعضاء بشكل ممتاز. حصول عضو واحد على درجة المتواصل المتقدم، حصول عضو واحد على درجة القائد المتمكن أو درجة القائد المتقدم أو درجة العضو المتميز. حصول عضو واحد على درجة القائد المتمكن أو درجة القائد المتقدم أو درجة العضو المميز. إذن هنا 2، هذا نفس هذا، شوف هذا نفس هذا وهذا نفس هذا وهذا نفس هذا، شوف هذا عضوين، هنا عضوين، إذن 4، هذا واحد وهذا واحد، 2، هذا واحد وهذا واحد، إذا مجموعهم 4، 6، 8 أشخاص. 8 أشخاص بالنادي، إذا كان 20 فهم يمثلوا 45% تقريبا. العضوية انضمام 4 أعضاء جدد للنادي، وأيضا انضمام 4 أعضاء آخرين جدد، مو تجديد اشتراك، جدد. إذا عندي 8 أعضاء جدد للنادي. عشان يحصل على برنامج النادي المتميز يجب أن يقوم بكل هذه الأمور، من ضمنها لابد أن يكون هناك 8 أعضاء جدد. التدريب أيضا، تدريب ما لا يقل عن 4 أعضاء من الهيئة الإدارية في كلا فترتي التدريب. إذا نحن لدينا الآن كم؟ هذا التدريب يجب أن يحضره 4 من كل هيئة إدارية في كل نادي. التدريب هذا اللي احنا نسويه الآن يجب أن يحضره 4 من كل نادي، من الهيئة الإدارية، مش من الأعضاء، من الهيئة الإدارية. طيب هذه لما يحضرها الآن هنا، أوكي، أو يحضرها أو هم يسووها في النادي، أو القسم يسويها في قسمه، أو المنطقة تسويها وجها لوجه معاهم، هذول كلهم لحالهم ما فيها مشكلة، بس لابد يحضروا 4 على الأقل، 4 في السنة، في سنة الهيئة الإدارية 4. طيب آخر نقطة، وش هي؟ تسليم قائمة الهيئة الإدارية للنادي إلى المنظمة العالمية قبل تاريخ 30 يوليو، دفع رسوم تجديد عضوية أعضاء النادي للفترتين قبل تاريخ 31 مارس و 30 سبتمبر. إذا هذه عند الإدارة، علشان ياخذوا نقطة لازم أن تسلم الهيئة الإدارية قائمة الهيئة الإدارية للنادي إلى المنظمة العالمية قبل تاريخ 30 يوليو اللي هو اللي احنا فيه الآن، ودفع رسوم تجديد عضوية أعضاء النادي للفترتين قبل 31 مارس و 30 سبتمبر. إذا الكرة في ملعبكم أنتم يا النادي الآن، يا الهيئة الإدارية، كل الكرة في ملعبكم،
هل تحصل على هذولا أو لا؟ كل السابق أنا أتوقع أنه يكون سهل ما عدا العضوية. العضوية قد بعض الأندية تقابل صعوبات فيها، لذلك يجب أن يساهم الجميع أعضاء الهيئة الإدارية في مساندة النائب الرئيس للشؤون العضوية. شكرا لحسن الاستماع، وعسى أني ما أتعبتكم بصوتي الجهوري المزعج، وإن شاء الله يكون فائدة للجميع. شكرا لك، وعودة إليك توست ماستر رحاب. الله يعطيك العافية توست ماستر دكتور ماهر السيف على هذا البرنامج. الآن نستقبل منكم أسئلة، عندنا تقريبا ما يقارب 9 دقائق نأخذ منكم أسئلة صوتية بالإضافة إلى كتابة. كذلك في حاجة، إذا في عندكم أي استفسار معين وما كفانا الوقت، في إمكانية أنكم تكتبونها في الشات عندنا تحت، وإحنا كفريق ضدنا نقدر ناخذها ونوصلها إلى رؤساء القطاع والأقسام. طيب عندنا حكمة، راح افتح لك المايك، تفضل حكمة هاشم. حكمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا رئيسة نادي إبداع، النادي بتاعنا لسه بادئ جديد، كنت عايزة أعرف من هم المرشدين أو ما صفة المرشد في النادي الجديد وكيف أختاره، وشكرا. صفة المرشد. أوكي، ناخذ سؤال ثاني إذا في، ونرد عليهم الجميع. أي سؤال ثاني؟ في الوقت الحالي دقيقة شوي. أوكي، إذا ما في خلنا أجاوب، ما في مشكلة. لا إيه تفضل تفضل، بس أجاوب على بال ما أشوف السؤال الثاني. أوكي، المرشد عادة يكون للمشاريع التعليمية للأعضاء الجدد، وأيضا حتى القدامى في مهارات. فأي شخص يكون مرشد يجب أن تكون له خبرة في المشاريع لكي يقدم الإرشاد إلى هذولا. يمكن أن يكون من داخل النادي، وإذا لم يكن هناك شخص مؤهل داخل النادي يمكن الاستعانة من أي نادي آخر، من أي نادي آخر لتقديم إرشاداته إلى الأعضاء. ويمكن أيضا عمل برنامج إرشادي من شخص يأتي باجتماع خاص إلى النادي لأعضاء النادي، يمكن أن يكون دوره خاصة بالإرشاد في المشاريع. إذا لكي أقدم إرشادي إلى الأعضاء يجب أن أكون أقدم منهم ولدي خبرة في المشاريع لكي أقدم الإرشاد فيها، وأيضا يمكن أن يكون من خارج النادي. عائلة التوست ماستر هي عائلة واحدة متكاملة، الجميع يقدم مساندة لأي شخص آخر إن كان معه في النادي أو خارج النادي، والأندية متعاونة بشكل كبير فيما بينها. أعضاء فعلا ينطبق عليهم مبدأ العطاء، هذا هو ديدنهم، فبالتالي يمكن أن الاستفادة من الآخرين. ولكن صفة المرشد أن يكون لديه خبرة في المشاريع المتقدمة في كتيبات التوست ماستر. شكرا. ناخذ سؤال ثاني. مروة، مروة الوادي. مروة ايوه، بس عندي استفسار. ماستر ماهر قال ان الافتتاح يكون من خلال رئيس النادي وترحيب بالضيوف مو من امين المراسم، هل المقصود باجتماعات النادي او باللقاءات، او يعني هذه النقطه بس عندي لبس فيها.
ممكن توضيح فيها أكثر من تفصيل يعني؟ في لقاءات النادي اللي تكون فيها أجندة، يكون فتح افتتاح وختام الاجتماع اللقاء هو عند رئيس النادي، إذا لم يكن يليه نائب رئيس الشؤون التعليمية. طيب ممتاز. عندنا غيث الشايع، تصنف الرئيس تفضل. غيث الشايع الو الو ايوه تفضل غيث. يعطيكم العافية على التدريب، الفترة التدريبية الجميلة استفدنا منها. معكم غيث الشايع، رئيس نادي عكاظ المنطقة الشرقية، أول نادي توست ماستر عربي. السؤال بسرعة عن النقطة اللي سألت عنها الأخ مروة قبل، اللي هو أمين المراسم ورئيس النادي من يفتتح الاجتماعات، لأنها مش واضحة حقيقة. يعني كل اجتماع، كل الأندية الإنجليزي والعربي، اللي يفتتح الاجتماع أمين المراسم. كيف فجأة صار اللي يفتتح رئيس النادي؟ بالعكس ما فيها شيء، النظام جميل، وسواء لامين ما راح تفرق، ولكن نبغى نتاكد احنا فاهمين صح ولا لا. يعني رئيس النادي هو اللي يجي ويطق المطرقه بسم الله الرحمن الرحيم ويبدا، ولا امين المراسم؟ ايش المقصود بالافتتاح؟ هل هو الكلمه الاولى، ولا هو اللي يطق المطرقه ويبدا؟ بس لو نركز على هذه، ويعطيكم العافيه، نبي شرح لنا منتشره عند كل الانديه. امين المراسم هو اللي يفتتح، هو اللي مش اللي ينهي، بس يفتتح اللي ينهي الرئيس. شكرا. اوكي، الافتتاح والختام هي المطرقة، وهي في يد رئيس النادي رسميا وليس أمين المراسم. هذا كخلاصة، من يفتتح، من يطرق المطرقة ويختتم يطرق المطرقة، هو عند رئيس النادي وليس أمين المراسم رسميا. هذا طيب. الآن عندنا تقريبا 3 دقائق، نحاول ناخذ فيها سؤالين سريعين. عندنا تست ماستر فهد الجروان. تست ماستر فهد، حياك الله، أسعد الله مساءكم جميعا. حياك الله. الحقيقة نفس النقطة اللي يتكلموا عليها الشباب. أول شيء أشكر لك، عرضك كان جميل وجيد ورائع، واستفدنا منه بشكل واضح ودقيق لكل شخص ومهامه. لكن بالنسبة لافتتاح الجلسة، اللي أفهمه في النظام السابق أنه أمين المراسم هو اللي يقوم في الطرقة المطرقة قراءة رسالة التوست ماستر، ثم دعوة رئيس النادي ليقوم بالترحيب بالأعضاء. هذا هو النظام اللي شغالين عليه طول الفترة الماضية، واللي شغالين عليه الأندية الأخرى. أتمنى من توست ماستر أستاذ ماهر أنه يوضح النقطة، يوضح اللبس للشباب، أو تكون بشكل أعمق واضح، لأن أنا ما زالت لحد الآن عندي عادة أكثر من مرة قاعد أحاول أني أقتنع في المعلومة الجديدة اللي أنت أعطيتني إياها. شكرا. طيب حلو. الآن رسميا حسب هذا، لو هذا العرض وهو مأخوذ من منظمة التوست ماستر، إن اللي يفتتح ويختم هو رئيس النادي. ما يجري بالأندية هي قد تكون تسهيلات في البروتوكول، ولكن رسميا حتى في كل اجتماعات المؤسسات العالمية أصلا، من يفتتح ويختم هو الرئيس وليس أمين المراسم. هذه واحد. الحاجة الثانية، الآن يمكن أن يقرأ أمين المراسم أي كلمة له عن التوست ماستر، رسالة التوست ماستر، رؤية التوست ماستر، أي شيء، محظورات التوست ماستر، ولكن لا يطرق المطرقة. افتتاح الاجتماع يكون بطرق المطرقة.
هذه فقط أنا حسب معلومات، حسب ما قرأته في رسميا في التوست ماستر. قد يكون ما يفعله الأندية شيء آخر، ويمكن حتى احنا أنديتنا نفس العملية، لكن رسميا أنا قاعد أتكلم الآن بصفة رسمية في ما جاء في هذا العرض وما أعرفه في البروتوكولات العالمية في جميع الاجتماعات الأخرى. ما من يفتتح هو الرئيس وليس أمين المراسم عامة. فخلونا نتقبلها رسميا كذا، لكن ما هو معمول به شيء آخر. وخلونا نسأل فيها، قد تكون أنا متزمت في الأمر هذا، يعني أن أعرفه رسميا بالطريقة هذه، إذا كان في تغيير أو كان في شيء أن أخذها أيضا من توست ماستر سليمان أو توست ماستر عبد الله شريف أو توست ماستر دليجان علي الرئيس. هذول كلهم باعهم طويل، ولكن اللي أنا أعرفه وتحدثت مع بعض هؤلاء الأشخاص هو من يفتتح ويختم المفروض يكون رئيس النادي وليس أمين المراسم. شكرا لك توست ماستر ماهر، شكرا العطاء لتوست ماستر الدكتور ماهر السيف على هذا البرنامج الرائع والقيم، والشكر موصول لكم أعزائي الحضور على حسن تفاعلكم، متمنية أن تعمل فائدة على الجميع. هذه هي الحاب الذكري، تتمنى لكم قضاء أمسية سعيدة ملؤها الأمل، ونلقاكم في برنامج متجدد قادم. شكرا لكم جميعا. شكرا للجميع، تصبحوا على خير.